القدوس المتواضع القلب، مؤمن مكرس مطيع، خادم أتعلم الحب، دستوري يسوع الكلمة. أنمو بالحكمة والنعمة، أتشبه بالمسيح، لسيد المسيح، وأعيش للمسيح التلميذ. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج التلميذ بعنوان الهجوم على الكتاب المقدس. نحن كمؤمنين بالمسيح نبني إيماننا على ما جاء بالكتاب المقدس الذي يحتوي على 66 كتابا، 39 كتاب في العهد القديم و27 كتاب في العهد الجديد، كلهم كتبهم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. وعلى مر التاريخ البشري حدث هجوم شديد على الكتاب المقدس من أتباع ديانات أخرى ومن ملحدين ومن فلاسفة وغيرهم، لكن وجدنا في الكتاب المقدس إجابات وردود على أسئلة المتشككين. وفي هذا اللقاء يسرني أن أقدم لمشاهدي قناة الكرمة أول كتاب في الموسوعة الدفاعية المختصرة، ويشرفني وجود مؤلف الموسوعة الدكتور فريز صمويل معنا في هذا اللقاء. أهلا بك دكتور فريز معنا في هذا اليوم. أهلا بك شيخ صمويل، امتياز لي أن أكون موجود معك في قناة الكرمة. أصلي أن الرب يدينا لقاء مثمر ونافع للبنيان والتعليم. أنت عارف أدي أنا بحبك وبشكر ربنا من أجل سنين طويلة عشناها مع بعض، وعارف محبتك للكلمة وبحثك ودراستك، وفرحان بالموسوعة الكتابية اللي انت ابتديتها بهذا الكتاب. ممكن تدينا فكرة عن هذه الموسوعة؟ حضرتك اخترت عنوان للحلقة الهجوم على الكتاب المقدس. لما ندرس القضية نجد انه هذا ليس بعد ظهور الإسلام مثلا في القرن السادس عشر، ولكن منذ القرن الثاني ظهر شخص اسمه ماريكون، وده كان أول واحد بدأ هجوم على الكتاب المقدس، أنكر العهد القديم نهائيا، ومن العهد الجديد أخذ فقط إنجيل لوقا بعد حذف الأصحاح الأول والثاني، واختار من رسائل بولس 10 رسائل، يعني عمل نوع من الاختزال والانتقائية والحذف والتغيير، فكانت بداية الهجوم منذ القرن الثاني الميلادي. استمر الهجوم على مر العصور لكن لم يفعل شيء، فالكتاب المقدس لأنه كلمة الله فهو باقي. حتى وصلنا أعتقد في سنة 1985 تكونت هنا في كاليفورنيا جيزس سيمينار، ندوة حول يسوع المسيح. هذه الندوة هي قمة الهجوم على الكتاب المقدس الذي بدأ في القرن 17 و 18 و 19 متمثل في مدارس النقد العصري، النقد العالي والنقد الأدنى، لكن قمة النقد في جيزس سيمينار اللي موجودة حتى الآن في كاليفورنيا. فالهجوم مستمر وكلمة الله باقية ومستمرة. صحيح، ده يمكن دفعك للكتاب أو للموسوعة كلها. إذا تأذن لي هقول جزء شخصي. في يناير 1974 قرأت كتابين، الكتاب الأول تحت عنوان محمد في التوراة والإنجيل والقرآن، إبراهيم خليل أحمد، بين قوسين سابقا القس إبراهيم خليل فيلبس، والكتاب الثاني تحت عنوان هذا هو الحق، رد على مفتريات كاهن. ودول دفعوني أن أبدأ في الدراسة الدفاعية، وده بقاله تقريبا 50 عام. مش معناه أن أنا عجزت، لا، يعني 50 عام بدأت فيه. وأتذكر ربما في نهاية 1985 أو بداية 86 تكونت مجموعة حضرتك عارفها كويس جدا تحت اسم الصلاة، وكان لنا لقاء
لقاءات مستمرة في البيت عند حضرتك، كنا بندرس فيها الكرازة والدفاعيات. في 1993 أصدرت أول كتاب تحت عنوان موت المسيح حقيقة أم افتراء، للرد على كتاب مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء للشيخ أحمد ديدات. واستمرت الكتابة حتى سنة 1915. بدأت سلسلة جديدة تحت عنوان اتهامات مزعومة، صدر منها 7 كتب: المسيح القدوس في موضع الاتهام، المسيح والعنف، المسيح والصليب، المسيح والأحمدية، المسيح والتشريع، ثم كان الكتاب الأخير مزاعم حديثة ضد قيامة المسيح، للرد على كاتب تونسي اسمه سامي عامري. بعد كده حسيت أني مش باقي من العمر كتير، فقلت أستغل السنوات الباقية في عمل الموسوعة الدفاعية. مخطط لهذه الموسوعة أن تكون في 5 أجزاء، كل جزء 650 صفحة. صدر منها كتير قوي. كتير، بس هي موسوعة. الجزء الأول تحت عنوان الكتاب المقدس وحيه وعصمته والهجوم عليه، وده موضوع حديثنا في هذا اللقاء. الجزء الثاني تحت عنوان إلهية المسيح، إعلان إلهي أم اختراع بشري. إلهية المسيح إعلان إلهي أم اختراع بشري، نحصل عليهم في المكتبات المسيحية في مصر. ممكن كمان الدكتور فريز يجيبهم لنا هنا في الكرمة عشان مشاهدي الكرمة يتابعونا، لكن هي كتب دراسية عميقة بتساعدنا نفهم حاجات كثيرة من الكتاب المقدس. في الجزء الثاني ناقشت مفهومنا كمسيحيين عن الله، الوحدانية، الثالوث، التجسد، بنوية المسيح، إلهية المسيح، والاعتراضات التي يثيرها البعض نتيجة لفهم تفسير خاطئ لنصوص الكتاب المقدس. الجزء الثالث بالمناسبة صدر منذ أسبوعين تقريبا قبل ما أجي مباشرة، تحت عنوان الكتاب المقدس والأدب الوثني، بناقش المزاعم اللي بينادي بها البعض حتى ينكروا تفرد المسيحية، فبيقولوا أن ما جاء في المسيحية من عقائد مقتبس من الحضارات السابقة السومرية والأشورية والبابلية والكنعانية والحضارة المصرية القديمة، أو مقتبس من ديانات سابقة زي الهندوسية والبوذية والزرادشتية وغيرها. الكتاب في 661 صفحة يناقش هذه القضية. يتبقى من السلسلة جزئين: الجزء الرابع تحت عنوان عثرة الصليب، وده بيناقش قضية الفداء، لماذا الصليب، نظريات خاطئة تنتشر في عالمنا العربي عن الصليب، ثم بركات قضية الفداء. الجزء الأخير يكون تحت عنوان نبوات عن المسيح في العهد القديم. يعني أصلي أن ربنا يدينا نعمة يتم صدور الجزئين الباقيين. يعني ربنا يباركك على المجهود الرائع، وأنك أنت بتقدم لنا كل ما يمكن الاستفادة منه في علم اللاهوت المسيحي، والإجابة على أسئلة كثيرة مطروحة في العالم. خليني أسألك ليه ابتديت هدف حضرتك سألتني في السؤال الأول إيه هو الهدف من الموسوعة. هدف الموسوعة بتساعد الشباب والخدام المسيحيين ليكونوا حسب ما قاله الرسول بطرس في الرسالة الأولى أصحاح 3:15، مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. فالهدف في 3 أسباب رئيسية من إعداد الموسوعة: أولا تقديم أساسيات الإيمان المسيحي، اثنين تصحيح المفاهيم الخاطئة لدي أصدقائنا في المجتمع عن الإيمان المسيحي، 3 الرد على البدع والهرطقات التي نشأت من بعض المهرطقين حول هذا الإيمان المسيحي. لماذا بدأت بالكتاب المقدس؟ زي ما حضرتك قلت في المقدمة، نحن نبني إيماننا على ما جاء في الكتاب المقدس. طيب. لذلك حتى يمكن الحديث عن مثلا إلهية المسيح في الكتاب المقدس، ولا بد في البداية أن نقول أن هذا الكتاب موحى به من الله، أن هذا الكتاب صحيح،
بالتالي فكل التعاليم والعقائد التي ننادي بها مبنية على إعلان الله في هذا الكتاب. فإذا كان الكتاب صحيح إذن ما ننادي به من عقائد هو صحيح. لذلك كان لابد أن أبدأ حديثي عن الكتاب المقدس كل الأمور التي تتعلق به والهجوم المكثف الذي يصدر من أصدقائنا أو من الملحدين كما ذكرت حضرتك في المقدمة أو المشككين. يعني الكتاب كبير أكثر من 650 صفحة، فنفسي تدينا فكرة عن الكتاب الأول الكتاب المقدس. الكتاب الأول بدأت فيه بمقدمة يتبعها 6 فصول. في المقدمة لأن العنوان الموسوعة الدفاعية، عشان كده حطيت في المقدمة يعني دفاعيات. ثم تحدثت عن نقاط الهجوم الإيمان المسيحي نسأل أو نهاجم في 3 محاور رئيسية. المحور الأول هو صحة الكتاب، المحور الثاني هو مفهومنا كمسيحيين عن الله، المحور الثالث هو الصليب وقضية الفداء. فعشان كده حطيت في البداية مقدمة معنى الدفاعيات، أوجه الدفاعيات، ثم تحدثت عن صفات المدافع. يعني مش كل إنسان يستطيع أن يقدم دفاعا صحيحا، ولا بد أن تتوافر في المدافع بعض الصفات، أن يكون عارف بالكتاب المقدس، أن يكون عارف بأساسيات الإيمان، أن يكون عارف بفكر الطرف الآخر، أن يقدم دفاعيات بتواضع عن محبة، وأن لا ينسى دور الروح القدس والصلاة، لأني أساسا العمل هو عمل ربنا ونحن إلا ما كلنا ككارزين أو كمدافعين أو كخدام ما إلا أواني خزفية يستطيع الله أن يستخدمها متى أخضعنا ذواتنا بالكامل لعمل الروح القدس فينا. ثم في 6 فصول 6 أبواب، الباب الأول تحدثت فيه عن الكتاب المقدس، فكرة لي أساسيات الإيمان، فكرة عن الكتاب المقدس، وحيه، صحته، عظمته، مخطوطاته، ترجماته. ثم في الباب الثاني تحدثت عن اعتراضات على صحة الكتاب المقدس، وهناك عديد من الاعتراضات، البعض منها يتعلق بالعهد القديم، مثل موسى لم يكتب التوراة، أنسنت الله، خطايا الأنبياء، زنا المحارم، الإله الدموي، الإله العنصري. ثم بعض الاعتراضات التي تثار على العهد الجديد، لماذا 4 أناجيل، ومن هو كاتب هذا الأناجيل، وما هو الدليل على صحة هذه الكتب المقدسة. أنا طبعا هسألك النهاردة كان سؤال في أنا تحت أمرك. ثم في الباب التالي تحدثت عن محاولات فاشلة للتحريف أو للتخريب. على مر العصور كانت هناك محاولات، لكن كل المحاولات باءت في الفشل. وتحدثت في هذا الباب عن التوراة السامرية، وكيف يستغل البعض هذه النقطة ويقولون لديكم 3 توراة. هنناقش هذا أعتقد في سؤال في هذه الحلقة. ثم تحدثت عن الأبيونيين كطائفة ظهرت في القرن الثاني الميلادي ومحاولة أن يكون لهم إنجيل، وهؤلاء الناس أنكروا إلوهية المسيح وركزوا فقط على الجانب الإنساني. ثم عن تاتيان وكتابه الديسترون، ودي كانت محاولة لجمع الأناجيل الأربعة في إنجيل واحد. ثم تحدثت عن شهود يهوى وترجمة العالم الجديد. طبعا شهود يهوى ترجمة للكتاب المقدس مزيفة، يعني مش سليمة، هما نفس الكتاب المقدس بس عملوا فيه كثير من التحريفات التي حرفوا النصوص لتناسب العقيدة بتاعتهم. فمثلا هم أنكروا عقيدة الثالوث، لذلك حرفوا ما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول العدد الأول. هم نادوا مثلا بفناء الأشرار، لذلك حرفوا ما جاء في إنجيل متى، ويمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، إلى يمضي هؤلاء إلى القطع الأبدي. فهناك كثير من التحريفات في ترجمة العالم الجديد، وللأسف هذه الترجمة موجودة باللغة الإنجليزية وأيضا ترجمت إلى اللغة العربية. ثم آخر حاجة في هذا الباب تحدثت عن جيزس سيمينار ونسخة العلماء.
جيزوس سيمينار عملوا نسخة خاصة بهم تحتوي على الأناجيل الأربعة وإنجيل توما. إنجيل توما أحد الكتابات التي اكتشفت تتعلق بمخطوطات ناجح حمادي، وإن كان هناك مخطوطة أخرى لإنجيل توما عثر عليها في أخميم، في سوهاج، في صعيد مصر. فهم جيزوس قصدي جيزا سيمينار كنت ملخبط بين جيزا سيمينار وجيزا سوني. فجيزا سيمينار هم عملوا طبعة خاصة بهم تحتوي على الأناجيل الأربعة بالإضافة إلى إنجيل توما، وهذه الطبعة مميزة بعلوان. فعندما تحدثوا عن أقوال المسيح مثلا، وضعوا بعض الكتابات باللون الأحمر أو اللون الوردي ثم اللون الرمادي ثم اللون الأسود، بمعنى أن اللون الأحمر هذه الأقوال من المؤكد أن المسيح قد قالها، اللون اللي بعده من المحتمل أن المسيح قد قالها، اللي بعده من المشكوك، والأخيرة المسيح لم يقلها. وشيء غريب أو الهجوم الشرس أنه قالوا أن 18% أو 20% من الأقوال التي قالها المسيح هي الأقوال الصحيحة، والبقية هي أقوال مشكوكة أضافتها الكنيسة بعد ذلك. ففي مناقشة لجيزا السيمينار اللي موجودة هنا في كاليفورنيا. ثم الفصل اللي بعد الباب ذلك الرابع. الباب الرابع ناقشت فيه، وده يتعلق بوجودنا في مجتمع إسلامي، ادعاءات كاذبة بالتحريف. كلمت فيه عن اختلاف مفهوم الوحي بين المسيحية والإسلام، آيات التحريف التي جاءت في النص القرآني، ثم قضية النسخ، ثم حذف اسم نبي الإسلام من الكتاب المقدس، ثم الأناجيل أو الكتب المفقودة، الكتب المحذوفة، الكتب المنحولة. وختمت بهذا الباب بجزئيتين مهمين، إنجيل برنابا ثم أقوال المسيح غير المدونة في بشائر الأناجيل. ثم الباب الأخير عن الاقتباس من العهد القديم، اقتباس المسيح واقتباسات الرسول بولس، ثم اقتباسات إنجيل يهوذا من كتابات أبوكريفية. هذا ملخص فصول الكتاب. الفصل السادس، الاقتباس من العهد القديم. عظيم. خلينا يعني نخش شوية تفصيل أكتر، يعني مثلا في آية حلوة أنت بتحبها في تيموثاوس الثانية 3 من عدد 14، وأما أنت فاثبت على ما تعلمت. أقول لحضرتك وأما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنت عارفا ممن تعلمت. هذه الآية كتبها الرسول بولس لابن تيموثاوس، وأنك منذ طفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. وبيكمل في عدد 16، كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتقويم والتأديب الذي في البر. ليه؟ لكي يكون إنسان الله كامل ومتاهب لكل عمل صالح. ايه تعليق؟ واحدة من الآيات بالإضافة إلى آيات أخرى يستخدمها الدارسون المسيحيون لإثبات أن الكتاب المقدس ليس كتاب بشري فقط، ولكنه موحى به من الله أو أنفاس الله أو ما تنفس به أو إعلان الله من الله أو إعلان من الله. يعني مفهوم الوحي هو أن الله عنده رسالة بيستخدم أناس ليدونوا هذا الإعلان، وفيما هم يدونون هذا الإعلان كان بيقودهم ويرشدهم بالروح القدس. عظيم. كيف تقررت قانونية أسفار العهد الجديد؟ واحدة من القضايا المهمة، يعني ربما يأتي هذا التساؤل ليس من المشككين أو من الآخرين، أو ربما تساؤل من داخلنا كمؤمنين، لماذا هذه الأسفار فقط هي التي قابلتها الكنيسة الأولى؟ صحيح. هناك كتب أخرى موجودة زي إنجيل توما، فلماذا لم تضف الكنيسة إنجيل توما لهذه الكتب؟ هذه القضية استغرقت سنين طويلة من تاريخ الكنيسة، وأعتقد أن جزء مقدر ومثمن ما بذلته الكنيسة الأولى في إقرار القانونية. طيب يعني قانونية؟ كلمة
قانونية هي كلمة يونانية تعني عصا مستقيمة. عمل العصا هو إما للقياس أو لحفاظ الشيء مستقيما، ده المعنى اللغوي للكلمة. لكن في تطورها بالنسبة لاستخدامها لقانونية الأسفار، السفر القانوني هو السفر الموحى به من الله والذي قبلته الكنيسة الأولى. والسؤال، على أي أساس قبلت الكنيسة الأولى ما بين أيدينا من أسفار؟ أقول في البداية وأركز على هذه العبارة، ما بين أيدينا من أسفار العهد الجديد هي الكتب التي أراد الله أن تصل إلينا، وهي الكتب التي تحتوي على الرسالة الكافية لخلاصنا وتعليمنا. أؤمن بذلك جازما، يعني ده اللي ربنا عايز يوصلنا، وبهذه الكيفية وصل إلينا بخطة ومشيئته. بس عايز أأكد، الله ما نزلش كتب للناس. طبعا طبعا الله ما عندوش تنزيل. طبعا ما فيش تنزيل عند الله. الله استخدم ناس يرشدهم ويعلن ليهم، ويستخدم ثقافتهم ويستخدم ما تعلموه عشان يكتبوا. يعني إذن في 40 كاتب كتبوا الكتاب المقدس، ما نقدرش نقول إن الله أملاهم حتى، لكن الله أرشدهم وأعلن ليهم عشان يكتبوا حاجات لبنيان الكنيسة عبر الأجيال. هذا هو مفهوم الوحي في المسيحية. نعم. وده بيختلف عن مفهوم الوحي في الفكر الإسلامي. نعم. في المسيحية ليس هناك كتاب منزل، الله لم ينزل كتب، يعني المسيح لم ينزل عليه كتاب ولم يكتب كتاب. لكن مش حاجة اسمها إنجيل المسيح. أقول بالتفصيل هذه الجزئية لأنها مهمة. الوحي في المسيحية له جانب إلهي وجانب إنساني، الله عنده إعلان عايز يوصله لنا، فاختار أناس ليدونوا هذا الإعلان، وكان بيقودهم وبيرشدهم بالروح القدس. ده مفهوم الوحي في المسيح. فالكتاب المقدس إلهي 100% لأنه كلمة الله، وإنساني 100% باعتبار أن البشر هم من قد دونوا كلمة الله. الوحي في الإسلام هو الإنزال، الكتاب القرآن الكريم كان موجود في اللوح المحفوظ، أنزله الله على جبريل ثم أنزله جبريل على نبي الإسلام. ويوجد آيات كثيرة في النص القرآني تقول أن هناك توراة قد أنزلت على موسى، وهناك زبور قد أنزل على داود، ثم هناك إنجيل قد أنزل على عيسى، وقرآن قد أنزل على محمد نبي الإسلام. فالوحي في الإسلام تنزيل، الوحي في المسيحية ليس إملائي وليس ميكانيكي وليس إنزالي، لكنه كما ذكرنا إعلان إلهي كتب إلينا أو دون إلينا بواسطة البشر. عندي آيتين بحبهم وانت بتحبهم في بطرس الثانية أصحاح 3 وعدد 15، واحسبوا أنات ربنا خلاصا كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضا بحسب الحكمة المعطاة له، كما في الرسائل كلها أيضا متكلما فيها عن هذه الأمور التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب أيضا لهلاك أنفسهم. هقول لحضرتك إزاي الآية دي تبين القانونية. يعني إحنا قلنا ما هي القانونية أو ما هو السفر القانوني، لكن على أي أساس أو ما هي المعايير التي استخدمتها الكنيسة الأولى لإقرار قانونية أسفار العهد الجديد؟ أذكر أهم ثلاث معايير. المعيار الأول هو الرسولية، بمعنى أن كاتب هذا الكتاب هو رسول أو بإشراف أو على علاقة برسول ثم قبله الرسل المعاصرين في ذلك الوقت. نعم. يعني مثلا رسول بولس كان بيكتب رسالة، رسالة بتصل إلى كنيسة معينة، هذه الرسالة اعتبرت قانونية من تاريخ الذي وصلت فيه هذه الرسالة إلى الكنيسة. فعندنا متى كاتب الإنجيل الأول أو كاتب إنجيل متى هو واحد من تلاميذ المسيح، يوحنا واحد من التلاميذ، الرسول مرقس لم يكن واحد من التلاميذ لكنه كان شاهد عيان وكان رفيقا لبطرس، لوقا كاتب الإنجيل الثالث كان رفيقا للرسول بولس. فالمعيار الأول هو الرسولية، كتبه رسول أو
شخص تحت إشراف أو على علاقة برسول وقبله الرسل المعاصرين. فهنا في النص اللي حضرتك اقتبسته الرسول بطرس يؤكد أنه كان عارفا بكتابات بولس ويقول أن هناك فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير الفاهمون. ده المعيار الأول الرسولية. المعيار الثاني المضمون. يعني المضمون يعني مضمون هذا الكتاب يتوافق مع الإيمان المسيحي المعروف. نعم. ثم يتوافق مع الكتب أو الأناجيل أو الرسائل التي كتبت قبله سابقا. فالمضمون أو حقائق الإيمان المسيحي متشابهة أو متماثلة في هذه الكتابات. المعيار الثالث هو القدم أو القبول والانتشار. بمعنى أن الكتاب ده اتقبل في الكنيسة الفلانية من القرن الأول ثم ابتدى ينتشر في المنطقة المحيطة به، ثم ينتشر في الكنائس الأخرى اللي هو بيسميه أصدقائنا فكرة التواتر. قبل ثم انتشر. يعني مثلا هناك في الكنيسة الأولى كتب كادت أن تقبل، مثل راعي هرمس. لما ابتدوا يدرسوا راعي هرمس قالوا راعي هرمس ده كتبه فلان في القرن الثاني الميلادي تقريبا سنة 170 ميلادية، وبالتالي لا يتوافر فيه عنصر القدم أو الرسولية، أي أنه لم يكن موجودا في زمن الرسل. بنهاية القرن الأول الميلادي يعني بدأت كتابة الرسائل. أولا يقال أن رسالة يعقوب كتبت سنة 45 ورسالة تسالونيكي الأولى كتبت سنة 49. بنهاية القرن الأول تم كتابة كل الأسفار الكتاب المقدس، آخرها ما كتبه الرسول يوحنا ربما سنة 95 أو سنة 100 ميلادية. لما نرجع إلى الكتابات التي أوضحت لنا القانونية، نجد حسب ما يقول الدارسون إن أول مجموعة تقرر قانونيتها هي رسائل الرسول بولس، وده تقريبا كان سنة 90 ميلادية، ويقال إن هذه المجموعة كتبت بواسطة أنسيموس العبد العارب. ثم بعد ذلك قبلت الأناجيل ثم بقية الأسفار. فبنهاية القرن الأول الميلادي كانت الكتب مكتوبة. وهنا ملحوظة يستغلها البعض، يقول لك إن في بعض الكتب تأخر الاعتراف بقانونيتها. تأخر الاعتراف بقانونية سفر من قبل كنيسة يحسب لهذه الكنيسة إنها درست قبل أن تدقيق. فحاجة تانية، هناك أسباب دفعت الكنيسة لتأخر الاعتراف، لكن في النهاية قبلت هذه الكتب لأنه انطبقت عليها المعايير الثلاثة الرسولية: المضمون، القدم أو القبول، والانتشار. لدينا مخطوطة اللي هي المخطوطة أو القائمة الموريتارية. القائمة الموريتارية اكتشفها شخص موريتاري في ميلانو في إيطاليا. الأصل بتاعها مكتوب باللغة اليونانية ترجع لسنة 170 ميلادية. هذه القائمة تحتوي على 21 سفر من أسفار العهد الجديد، مش أسماء فقط ولكن تعليقات على كل سفر. عندنا القائمة اللي بعدها اللي فيها إقرار بالقانونية ترجع لسنة 367 ميلادية. دي كتبت بواسطة القديس أثناسيوس بطل مجمع نيقيا، كان في كل سنة بيقدم في عيد القيامة بيقدم رسالة بابوية. الرسالة اللي تقدمت سنة 367 تحتوي على أسفار العهد الجديد كما هي بين أيدينا اليوم. ثم هناك دليل آخر على القانونية، اقتباسات آباء الكنيسة. أباء الكنيسة اللي عاشوا في القرون الأولى اقتبسوا اقتباسات. واحد من المهتمين بهذه القضية، هذه القصة اللي أنا بذكرها ذكرها جوش ماكدويل في كتابه برهان جديد يتطلب قرار. الواحد من الدارسين ابتدى يفكر، لو افترضنا أن العهد الجديد في زمن الاضطهاد ضاع أو اتحرق، هل يمكن جمعه من خلال كتابات أباء الكنيسة؟ طبعا. وابتدى يدرس كتابات أباء الكنيسة قبل مجمع نيقيا ووصل لهذه النتيجة. أمكن جمع كل أسفار العهد الجديد ما عدا 11 آية؟
اللي هي الآيات اللي بتقول سلموا على فلان أو يسلم عليكم فلان، فهذه الآيات ليس لها موضع من الاقتباس. إذن عندنا براهين ومعايير وعندنا أدلة من خلالها أكدت لنا الكنيسة الأولى هذه الأسفار الموجودة بين أيدينا اليوم. أشكرك. بس أستاذنك أخذ اتصال من الأخت العزيزة الأخت ريال من لندن. أهلا بحضرتك معنا أخت ريال، اتفضلي. أنا فرحانة ومبسوطة شفت حضرتك مرة أخرى، الرب يباركك. تحياتي للأخت العزيزة الفاضلة ميرفت. شكرك. أنا ما راح طبعا أضيف اللي قاله ضيفك الكريم لأن هو موسوعة، لكن بس أحب أقول أنه في رسالة بولس الرسول إلى أهل روبيا يقول الوحي الإلهي: لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودي أولا ثم لليوناني. الكتاب المقدس هو المعيار الوحيد في العالم للحق. الشخص إذا كان يريد يعرف عن الله أو من هو الله الحقيقي القدوس الطاهر المحب العادل الغفور، عليه أن يقرأ الكتاب المقدس ويفحص بعدين كل الآراء اللي سمعها وكل الكتب اللي كتبوه عن الكتاب المقدس في ضوء هذا التعليم، في ضوء تعليم الكتاب المقدس العظيم. وإحنا يكفي أنه أقول: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. كلامك من هو؟ كلام الرب يسوع المسيح، كلام الله المتجسد في الكتاب المقدس لكي لا أخطئ إليك. أحفظ الكتاب المقدس لكي يحفظني من الخطيئة. هو هذا كتابنا العظيم، مهما ما كان الهجوم ومهما ما كان حيظل ويستمر هو الكتاب المقدس وعدده بالملايين ويتوزع أكثر وأكثر في العالم إلى مجيء الرب يسوع المسيح له كل المجد. آمين. شكرا والرب يبارك. آمين. ربنا يباركك ويخليك لينا. شكرا يا أخت فريال جدا. في رسالة بطرس الثانية 1:19 بيقول الكتاب: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. علمين هذا أولا، أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. إيه تعليق رسول بطرس هنا؟ بيقول أقوى التعبيرات، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان. نعم. يعني وليست من تفسير خاص. نعم. يعني الكتاب المقدس ما هوش اجتهاد بشري أو كلمات فهى بها أو نادى بها أو علم بها أو اخترعها البشر، ولكن يكمل في الجزء الأخير أنه لم تأتي نبوة قط إلا بمشيئة الله، بل كتبه أناس الله القديسين. هنا الدور الإنساني أو الدور البشري اللي بناء عليها أستطيع أن أقول إنجيل يوحنا ورسالة بولس ورسالة بطرس، لكن مش من عندهم، كتبه أناس الله القديسين مسوقين. كلمة مسوقين في النص اليوناني تعني محمولين أو مقادين أو مرشدين، يعني أرشادهم. فالكتاب المقدس هو إعلان الله الذي قدمه لبشر أو أعلنه لبشر، ثم قام هؤلاء بتدوين هذا الإعلان، وفي هذا الإعلان لم يلغي الله شخصية الكاتب ولا ثقافته، ولكن ولا ثقافته، استخدم ثقافته ومفرداته ومصطلحاته وكتب لنا الرسالة التي أراد الله أن تصل إليه. بس هل في حاجة النهاردة ممكن تكتب تاني بعد اللي كتب؟ بص، بنهاية القرن الأول الميلادي ليس هناك مكان، فمن كان لهم الحق على الختم
هم الرسل الذين كانوا معاصرين، عشان كده قلت في المعاصرين للمسيح، عشان كده قلت في الأول كتبه رسول تحت إشراف رسول قبله الرسل المعاصرين. إذن بالتالي ليس من حق أي إنسان أن يقول بعد ذلك أن هناك كتاب مقدس يمكن أن يضاف. عشان كده كل الكتابات التي كتبت بعد ذلك لم تقر الكنيسة قانونيتها أو تعترف. طيب في مشاكل في الكتاب المقدس، خلينا نخش في بعض المشاكل. مثلا الكتاب المقدس مليان بخطايا الأنبياء. أقول كلمة مشاكل، هناك بعض التناقضات. سوري. يعني ماذا عن خطايا الأنبياء المذكورة في الكتاب المقدس؟ أوكي، أنا أقر وأعترف أن هناك صعوبات تفسيرية في الكتاب المقدس، والكنيسة والمفسرون والكتاب حاولوا على مر العصور شرح هذه المشكلات، وكثير من القضايا التي كانت في البداية مشكلة أصبحت لها إجابات وحلول. لكن إذا افترضنا أن هناك مشكلة ليس لها حل، هذا ليس معناه أنه ما فيش حل، لكن معناه أننا إحنا حتى عايزين ندرس هذا الحل. صحيح. يعني كل مشكلة لا حلول، وهناك كثير من الكتب التي صدرت من في المكتبة العربية التي تناقش هذه القضايا. واحدة من هذه المشكلات هي خطايا الأنبياء. خلينا أقرأ لك نص في الأول. أوكي، عندنا عديد من النصوص. أقرأ لك نص ورا نص في تكوين 9 من عدد 18. وكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك ساما وحاما ويافس، وحام هو أبو كنعان. هؤلاء الثلاثة هم بنو نوح، ومن هؤلاء تشعبت كل الأرض. وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه، فأبصر حامه أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا، فأخذ سام ويافس الرداء ووضعاه على أكتافهم ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجههما إلى الوراء فلم يبصر عورة أبيهما. هناك نص آخر يا شيخ صادق. لا يعني خلينا نسمع الأول ده وبعدين اقول لك نصوص اخرى. الخطايا عايزني اقولهم كلهم؟ يعني ارى النص اللي في سفر صموئيل خطيه داوود، يعني صموئيل الثانية 12 داوود يقول عنه الكتاب انه قلبه حسب قلب الرب ويزني. صح. انا هعلق صموئيل الثانية 12 الخطايا. حاضر اقرا لك كله وانت اشكرك وانت قول زي ما انت عايز. صموئيل الثانية كام؟ 11. أيوة. وكان عند تمام السنة في وقت خروج الملوك أن داود أرسل يؤاب وعبيده معه وجميع إسرائيل، فأخربوا بني عمون وحصروا ربة، وأما داود فأقام في أورشليم. طبعا هو كان المفروض رئيس الجيش يعني. وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى من على السطح امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة المنظر جدا. فأرسل داود وسأل عن المرأة، فقال واحد: أليست هذه بتشبع بنت أليحام امرأة أورية الحسي؟ فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمسها، ثم رجعت إلى بيتها. شكرا. وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت إني حبل. فأرسل داود إلى يؤاب يقول: أرسل إلي أورية الحسي. فأرسل يؤاب أورية إلى داود. طبعا تعرف عشان الوقت ان هو ما رضيش ينزل بيته، لان عرف القصه من واحده سته قالت له الحكايه اللي حصلت. فالمشكله دي ايه رايك فيها؟ انا هضيف لحضرتك مش بس دول، لكن ابراهيم خليل الله كذب كذا مره، نوح سكر، لوط زنى، نعم، داود زنى، يهوذا زنى مع مرات ابنه، زنى محارم، نعم، ابن يعقوب رأوبين زنى بسرية أبيه، سليمان سراري واتبع آلهة وثنية وعبدها. فكل الناس دول عملوا خطايا. فبيأتي السؤال: كيف يكون هؤلاء الرجال وهم أنبياء أو رجال الله ويخطئوا؟ نعم، أضع هذا في عدة نقاط رئيسية ترد على كل المواضيع بدون الدخول في تفاصيل القضايا. أولا، هناك بعض من أخطأوا كان قبل كتابة الناموس، نعم،
وبدون الناموس زي إبراهيم لا تحسب خطيه. يعني ليس هناك زي ما بقول قانون كده قانون، ما فيش قانون بيحرمها، يعني ما فيش تحريم بدون نص. بالتالي ففي بعض هذه الامور التكوين هي كانت سبر التكوين كله مسموح بها في ذلك الوقت. الامر الثاني خليني اوضح حاجه، يعني مثلا لو في اشاره المرور وما فيش بيقول لي الاحمر اقف الاخضر امشي، ما فيش، فبالتالي انا ماشي، ما فيش حاجه تمنعني، ما فيش قانون. ايوه ما فيش جريمه بدون قانون. ايام التكوين ما كانش فيه ناموس، فبالتالي كل اللي حصل من ابراهيم واسحاق ويعقوب وكل يهوذا والناس دولت ما بيتحسبش حسب الشريعه بتاعت النهارده ان دي اخطاء. اوكي، النقطه الثانيه، الكتاب المقدس لا ينادي بعصمه انسان، ده مهم قوي. لا، الانبياء والرسل وكل البشر خطأون. اخطاوا. كاتب المزمور بيقول ويقتبس منه الرسول بولس في الرساله الى روميا، ليس من يفعل صلاحا ليس ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله. على فكره كتب ده في مزمورين مش مزمور واحد، مزمور 14 ومزمور 53. وبعدين رسول يوحنا بيقول كده في الرساله الاولى، ان قلنا اننا بلا خطيه نضل انفسنا وليس الحق فينا. فالجميع زاغوا وفسدوا. يعني أنا أعتقد أنه يحسب لكتاب أسفار العهد القديم أنهم ذكروا خطايا أنبياءهم ورؤساءهم وملوكهم. عايز صراحة يعني أنا بحب الكتاب المقدس عشان كده. يعني أنا أؤمن بالكتاب المقدس أكتر، لأن المذكور الإيجابيات والسلبيات. تعال لو كله إيجابيات يبقى مغشوش فيه. صح للشخص. صح جدا. الناس دول ذكروا خطاياهم لأنهم عارفين. طب أقول لك آية تانية في مزمور 51، بيقول نبي الله داود، ها أنا ذا بالاسم قد صورت وبالخطية حبلت بي أمي. فكل البشر خطاؤون ما عدا شخص واحد طبعا، المسيح. ما أقدرش أقول عصمة المسيح، هناك خمسة آيات أو أكثر في الكتاب المقدس تقول أنا المسيح هو معصوم. بنفسه قال من يبكتني على خطية. في إنجيل يوحنا صح 8 هو تحدى اليهود، لا من البداية لما جاء الملاك بشر العذراء مريم في إنجيل لوقا الأصحاح الأول قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك المولود القدوس منه. المولود منك يدعى ابن الله. الرسول بطرس في أعمال لما في أول خطاب لليهود قال لهم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل. كلمة القدوس المستخدمة هنا هي نفس الكلمة التي أطلقت على الله في العهد القديم. بعدين كاتب رسالة للعبرانيين بيقول هكذا كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر قد انفصل عن الخطاة. الرسول بطرس كمان بيقول لم يوجد في فمه غش. الرسول يوحنا تكلم عن هذا في يوحنا الأولى. فالمسيح هو الشخص القدوس وكل البشر خطأ. النقطة الثالثة، عندما دون الكتاب المقدس خطايا الأنبياء فهو دون الحدث كما حدث. ده شيء حلو قوي. يعني ما كانش هدف الكتاب انه يمجد هؤلاء الاشخاص، لكن تكلم عنهم كبشر زي ما حضرتك قلت، لهم نقاط القوه ولهم نقاط الضعف. النقطه الرابعه، عندما دون الكتاب المقدس خطايا هؤلاء الانبياء او هؤلاء الاشخاص، لان مش كلهم انبياء، لم يدع هذا نموذج يجب ان نحتذيه او نفعل مثله. العكس، تحذير. لكن في هذا تحذير، يعني ذكر الخطيه وذكر عقابها حتى نتحذر نحن الا نقع في مثل هذه الخطايا. يعني لما بيقول على داود الايه اللي انت قلتها، وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلبي، لما يكون ده حسب قلب الله واخطا وزنى وقتل، يعني معناها لازم انا اتحذر، انا ممكن اقع في الخطيه باي بمنتهى البساطه، وحضرتك واي انسان ايا كان مفيش حد معصوم من الخطا. عندما ذكر الكتاب المقدس هذه الخطايا بين شناعتها طبعا وذكر عقوبتها، فهو لم يمدحها ولم يعتبرها امرا حسنا، ولكن زي ما قلت ليس هناك انسان معصوم، اخطاوا، لكن في وقت كتابه الرساله كان الله بيقودهم ويعصمهم. او يعني اذا قلنا ان في عصمه فهذه العصمه تتعلق بالوحي او تدوين الوحي، لكن في حياتهم الشخصيه هم بشر غير كاملين. حتى عندما اختارهم الله لم يختارهم لانهم انقياء، أو لم يختاروا لأنهم أفضل الناس، لكن لما تشوف كتبة الأسفار ترى فيهم عيوب وفيهم سقطات. فالمبدأ العام ليس هناك إنسان بلا خطية، وبالتالي فما ذكره الكتاب المقدس هو تدوين للحدث. يعني مثلا أقول لك، لو أنا رحت للدكتور وبعدين اكتشف المرض بتاعي، فهل
الدكتور مسؤول عن المرض؟ لا طبعا بالطبع لا. فكون أن الكتاب المقدس ذكر خطايا الأنبياء فهذا ليس معناه أن الكتاب المقدس مسؤول عنهم، لكن ذكر حياتهم الشخصية بكل عيوبها وبكل مميزاتها كبشر. وأن الأنبياء زي بقية البشر ليسوا فوق مستوى الشبهات طبعا، وما فيش حد معصوم من الخطأ إلا يسوع المسيح هذا يعني كابن الله. استغلال هذه النقطة هو مبني على فهم خاطئ هو قداسة الأشخاص. صحيح. أو عصمة الأنبياء. أو عصمة الأنبياء. صحيح. ونحن لا نعترف بعصمة الأنبياء. أشكرك. في الدكتور منقذ السقار بيتهمنا بيقول عندنا ثلاث توراة. التوراة العبرية والتوراة السومرية والتوراة السامرية والتوراة اليونانية. هل احنا عندنا ثلاث تورات او في اختلاف او في اثبات ان ده الكلام اللي عندنا ده في خطأ نتيجة هذا الهجوم؟ صراحة لما بقرأ هذا الاتهام بفكر هل هذا تدليس ام نتيجة سوء فهم؟ واعتقد لا يليق بمن يكتبون ان يكونوا مدلسين او كاذبين، لكن أو يوجهوا اتهامات باطلة. يعني مثلا اسمح لي أقول لك فضل. منقذ السقار يعني واضح أنه بيقرأ كتير وبيعرف كتير وعارف أن الكلام ده مش حقيقي، لكن سامحني في التعبير المسلمين مش عارفين. هو بيستغل عدم المعرفة وبيقدم أسئلة غير صحيحة للناس اللي مش عندهم فكرة عن الموضوع. طيب يبقى معناه إيه؟ معناه إذا كان هذا عن تدليس أو عدم معرفة فدورنا كمدافعين أو كخدام مسيحيين أن نوضح الحق الكتابي، وأي تقصير ويبقى إحنا مش الجمهور. صحيح. مش الشعب العادي. يعني مثلا عندما يتكلمون أن هناك ثلاثة توراة، الحقيقة هذا كلام غير صحيح. ربما أبسط الناس اللي حتى الغير دارسين يعرف أنه لدينا فقط توراة واحدة كتبها موسى، والتوراة ممكن تعني أسفار موسى الخمسة فقط أو تعني كل العهد القديم في لغتنا أو حديثنا المعاصر. فنحن لدينا توراة واحدة كتبت باللغة العبرية، ما عدا أجزاء من سفر دانيال وسفر نحمية كتبت باللغة الأرامية القديمة. فلدينا توراة عبرية هي توراة وحيدة، أما التوراة السبعينية أو التوراة اليونانية فهي ترجمة للعهد القديم من العبري إلى اليوناني، وهذه الترجمة تمت في مدينة الإسكندرية في القرن الثالث قبل الميلاد بأمر من الملك بطليموس، وذلك لأني كان في يهود في الشتات. يقال إنه الجالية اليهودية التي كانت في مدينة الإسكندرية في ذلك الوقت كانت تتعدى 300,000. فترجم الكتاب المقدس من العبري إلى اليوناني لفائدة أبناء اليهود الشتات الذين لا يعرفون اللغة العبرية. ففي القرن الثالث قبل الميلاد أو ربما اعتبارا من سنة 245 قبل الميلاد تمت. فهذه التوراة اليونانية هي ترجمة للكتاب المقدس النص العبري باللغة اليونانية، إذن بالتالي فما هيش توراة. ثم التوراة السامرية، التوراة السامرية اليهود السامريين قبلوا فقط من العهد القديم أسفار موسى الخمسة، وهي مكتوبة بالحروف الكنعانية القديمة وموجود منها أكثر من نسخة، وبالتالي فهي ليست توراة خاصة وليست توراة مختلفة لكنها هي نفس النص العبري. وإن كانت هناك بعض الاختلافات فهذه الاختلافات هي اختلافات بسيطة في الأسماء والأعمار ولا تتعلق بجوهر الإيمان المسجل فيها. فبالتالي ليس لدينا ثلاثة توراة بل توراة واحدة فقط. أشكرك. خلينا نأخذ اتصال من الأخت العزيزة نهال من لندن. أهلا بحضرتك أخت نهال. سلام ونعمة يا شيخ صمويل، برحب بحضرتك وبضيفك الكريم المبارك. الحقيقة أنا فتحت البرنامج متأخر جدا بس قريت على الشاشة الهجوم على الكتاب المقدس، فأنا عايزة أقول تعليق بسيط جدا ولكنه منطقي. مفيش حاجة وحشة أو سيئة بتهاجم، لأن إبليس عدو الخير بيهاجم كل ما هو ضده، يعني هو شرير والكل متفق على كده. يبقى لو الكتاب المقدس كتاب سيء أو كتاب محرف يبقى كتاب مليان بالشر، يعني زي إبليس، يبقى هيهاجمه ليه؟ فأنا
عايزة أوجه نظرنا للحتة دي وأعمل كمان استرس على النقطة الخطيرة اللي حضراتكم أثرتوها، وهي إننا لا نؤمن بعصمة الأنبياء لأن كلهم بشر، لكن ما يجعلني أقول بكل فخر وإصرار إن الكتاب المقدس هو الوحيد، أيوة الوحيد الموحى به من الله، لأنه كلمة الله الوحيدة التي أعطيت للإنسان، إنه بيخبرني بكل أخطاء هؤلاء الناس حتى الأنبياء. يعني أنا كنت بحكي مع أختي المسلمة وبقول لها عن لوط إنه إزاي تعرى ونامت معاه بناته، انزعجت جدا وقالت لي أستغفر الله، فهي تؤمن إنه لوط لم يخطئ مثل الأنبياء كلهم، هي بتؤمن بعصمة الأنبياء. لا، النهاردة عايزين نقوله بأعلى صوت، الوحيد الذي لم يخطئ برأي الكتاب المقدس وحتى القرآن هو عيسى ابن مريم أو المسيح، لأنه مذكور عنه أنه لم ينخسه الشيطان، وده بنقول عليه بالإنجليزي يا شيخ صمويل food for thought، يعني حاجة نفكر فيها. لو عيسى ابن مريم لم يخطئ برأي القرآن، هو ده مش دليل يا جماعة لأنه ليس بشر فقط؟ وعايز أقول في النهاية أن الشيطان مش عايزك تقرأ الكتاب المقدس، وبيهاجمه بكل ما أوتي من قوة. ليه؟ لأنه عارف أن هذا الكتاب الوحيد فيه رسالة فرح، فيه خبر صار، وهو أن المسيح صلب من أجلك علشان يحميك أنت وياخد قصاص الموت اللي كان عليك نتيجة الخطية. فمن فضلك فكر، ما تهاجمش وخلاص، ادي نفسك فرصة للتفكير وما تستلمش أخبارك وأفكارك كلها من الناس قال عن عن عن، لا ابحث بنفسك وشوف هل الكتاب المقدس ده فعلا كتاب محرف. ولو هو محرف، لو انا اديت لحضرتك يا شيخ صمويل دولار وقلت لك ده مزيف، مش تقولي طب فين هو الحقيقي؟ صحيح. طيب بالظبط كده نفس الكلام، لو بتقول ان الكتاب ده محرف، فين النسخة الاساسية؟ صح. من فضلكم فكر قبل فوات الاوان، والرب يبارككم. شكرا جزيلا، ربنا يبارك. اخر سؤال، معلش وقت جري، لكن هنكمل يوم الاثنين في حلقة تانية مخصوص، هل هناك اناجيل مفقودة؟ خلينا اقرأ لك شاهدين بس، سفر العدد أصحاح 21 وعدد 14، لذلك يقال في كتاب حروب الرب، فين كتاب حروب الرب؟ أو مثلا في صمويل الثانية أصحاح، صمويل الثانية أصحاح الأول 17، ورسى داود بهذه المرسات شاول ويوناثان ابنه وقال أن يتعلم بنو يهوذا نشيد القوس، وذا ذلك مكتوب في سفر ياش، فين سفر ياش؟ تفضل. هذه واحدة من النقاط التي يستغلها بعض الدارسين للهجوم على الكتاب المقدس، أن هناك كتب مفقودة. الحقيقة لما ندرس العهد القديم وخاصة الأسفار التاريخية، يعني لما نقرأ أخبار الأيام الأول والثاني، ملوك الأول والثاني، صموئيل الأول والثاني، عندما يتحدث عن أنبياء أو أنبياء العهد القديم أو الشخصيات القيادية في العهد القديم، ملوك يهوذا وملوك إسرائيل، بعد ما يتكلم عن الملك يقول وبقية أمور فلان مكتوبة، مذكورة أو مكتوبة في سفر ملوك إسرائيل أو في سفر عدو أو في سفر جاد أو لما درست هذا الموضوع، هناك اسم، أنا بتكلم عن الأسفار المفقودة في العهد القديم أولا، هناك 25 كتاب مذكورة وغير موجودة بين أيدينا. السفرين الوحيدين اللي ذكر عبارات عنهم هو سفر ياشر وسفر حروب الرب. إيه هي هذه الكتب؟ هذه الكتب هي سجلات تاريخية يهودية كانت موجودة في القصر الملكي، تدون فيها أحداث المملكة. بيتكلم عن النبي ويقول لهم، بيقول لليهود المعاصرين إذا عاوزين تعرفوا بقية أمور هذا النبي أو هذا الشخص أو هذا الملك، هي مذكورة في هذه السجلات. فهي ليست كتابات موحى بها وقد فقدت، ولكن نقدر نقول أنها مراجع أشار إليها كتبت أسفار العهد القديم، وكونهم أشاروا إليها أو اقتبسوا منها فهذا ليس دليل أنها موحى بها من الله. سفر ياشر
هو أحد الكتابات اليهودية الذي يحكي البطولات، يعني بيجمعه زي أي كتاب تاريخي بيجمعه فيه قصص انتصارات وبطولات الأمة اليهودية أو أشخاص معينين، وهكذا ما جاء في سفر العدد عن سفر حروب الرب، أشار إليهم كتب سفر يشوع وأشار إليهم سفر العدد، هم يماثلوا أو يشابهوا الكتابات الأخرى. فكل ما ذكر من أسماء كتب في العهد القديم هي سجلات ملكية وكتابات تاريخية. يعني مثلا في سفر إستير أول ما الراجل بالليل قلق فيقول أرى في سفر التذكرة، يعني ده سفر كانت تسجل فيه أمور المملكة. فكما كان في الدولة البابلية هكذا كان في الدولة اليهودية، فهي كتابات تاريخية. وأعتقد أنه يحسب لكتبة الأسفار أنهم أشاروا إليها كمراجع. يعني أدي مثال في العهد الجديد مثلا في سفر أعمال الرسل، سفر أعمال الرسل الرسول بولس كان في أريوس باغوس وبعدين قال لهم كما قال أحد أنبياءكم شعراءكم كما قال أحد شعراءكم به نحيا ونتحرك ونحن ذرية الله. هذا القول اقتبسه الرسول بولس من قول شاعر يوناني اسمه أبيمنتس أو البعض بيقول أرطس. فكون أنه اقتبس منه فهذا ليس معناه أن هذا كتاب مفقود يجب أن نضيفه إلى العهد الجديد. هذا فيما يتعلق بالعهد القديم. لكن المشكلة الأكثر تساؤلا تتعلق بالعهد الجديد. يقولون أن هناك أناجيل ورسائل مفقودة. خلينا نكمل في يوم الاثنين عشان وقتنا خلص. بشكرك جدا ونلتقي مع بعض في حاجات تانية. والموسوعة موجودة في المكتبات المصرية المكتبات المسيحية لمن يرغب أن يحتوي إليها. شكرا لكم وإلى اللقاء في الشهر القادم. القدوس المتواضع القلب مؤمن مكرس مطيع خادم أتعلم الحب دستور يسوع الكلمة أنمو بالحكمة والنعمة أتشبه I'm not afraid.